الفقرة دي هنتكلم فيها عن الطرب الجميل. في آخر حفلة للكورال بالنادي الأهلي كان في صوت كده يعني مش بس هيتقال عليه جميل، لا هو لفت نظر كل الناس اللي كانت موجودة لدرجة إن هم لقبوه بحسين الجسمي، يعني صوت وشكل في نفس الوقت. خلينا على كل حال نرحب بضيفنا علي ياسر مطرب بكورال النادي الأهلي. يا صباح الفل. صباح النور. نورنا والله بجد. نور حضرتك، أهلا بيكي ومشاهدين النادي الأهلي كلهم. يعني مش قادر أقول لك الكلام الجميل اللي كان بيتقال عليك بعد حفلة الكورال الأخيرة، فيعني احنا مستعدين ان احنا النهارده يعني من خلال وجودك معانا هنسمع بقى صوت حلو واحساس جميل. بس نستأذنك يا علي في البدايه، عايزين نعرف اكتر عنك، سنك، بتدرس، بتشتغل، بتعمل ايه؟ انا لسه متخرج من كليه اعلام. جميل. جامعه مصر. أي. تمام. عندي 23 سنه. لسه مش بشتغل، يعني لسه بخش المجال واحده واحده. بس يعني لحد دلوقتي ماشي فيه بس الغنى. لحد دلوقتي بصراحة. انت عايز تشتغل في المجال اللي هو الغنى، يعني تاخده بشكل احترافي؟ انا بشوف الاثنين، مجال الميديا عشان انا اصلا بحب المجال ده. أوكي. انا كنت داخل اعلام اصلا عشان ابقى معلق رياضي. حلو قوي. طب حلو جدا. تمام. والغنى كمان يعني برضه اكتشفت ده في الجامعه كمان. طيب رائع جدا. والدراسه يعني بالنسبه لك كانت برضه حاجه اخذت من فكره احترافك للغنى او ولا عطلتك مثلا شويه؟ بالعكس، ولا بالعكس. لا، حتى في الجامعه كان في انشطه كتير جدا، والدكاتره كانوا بيساعدونا على ان احنا نطلع ده. يعني ففتره الجامعه ساعدتني بشكل كبير قوي اني انجح في ده. حلو جدا. طيب حلو. قصه بقى انضمامك لكورال النادي الاهلي جت ازاي؟ هو يعني كان بوست على الفيسبوك كده، مش انا اللي شفته، كمان كانت ماما هي اللي شافت البوست فقالت لي قدم مجرب. فقلت لها لا، ده بتاع اطفال صغيرين. فلما قدمت فعلا ورحت هنا فريق المكتبه قالوا لي لا، انت لازم تبقى معانا عشان احنا محتاجين ناس كبيره صوتها كويس هي معانا في الفريق. بس حلو قوي. طب نسمع بقى كده حاجه ونرجع نكمل. يعني سمع، انت محضر كذا حاجه، حاجات ليها علاقه بالاهلي وحاجات عاديه. اوكي. اغاني الاغنيه اللي غنيتها في الحفله. ماشي. نبدا بيها. ماشي. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، ده غلوب الحب معايا، وتعب الشوق وياك ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليا وشويه عليك. سيد مكاوي وحلاوه اغانيه. انا بالنسبه لي بقى مش هسال، شوف انت ظروفك ايه بقى عادي. انا بالنسبه لي انا هفضل قاعد كده مستني اسمع. اقول لك على حاجه بقى بصراحه، يعني انت لازم، طب انت ليه ما دخلتش حاجات مع الكورال في النادي الاهلي اللي هي مسابقات الغنى او حاجات زي كده؟ انا متاكد ان انت كان ممكن تكسب. ما كانش في نصيب لكذا حاجه يعني تقدمت اوريدي؟ قدمت فعلا في كذا برنامج من البرامج المشهوره. بس يعني اكتشفت ان هي مش بتمشي دايركت. اوكي. تمام. وقدمت فعلا في مسابقه وصلت سيمي فاينلز، بس الكورونا جت وقفت كل حاجه خالص. و بص انت طلعت هنا وملايين هتشوفك. واكيد ان شاء الله يبقى وش البرنامج والقناه حلو عليك يعني. بس انت تستاهل يا علي بجد، ما شاء الله. مش بنجاملك، صوتك حلو قوي. ربنا يخليك. انا مش هسال. انا عايز اسمع بس. لا انا عايز اسمع، انا بالنسبه لي هسمع. طيب ممكن تسمعنا انت في حاجه للاهلي عاملها مثلا او مجهزها لنا؟ ماشي. ممكن اغني اغنيه لمحمد حماقي غناها للاهلي. اوكي. جميل. اجيل بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجه ده ان النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد.
العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة إن النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. طب انت نفسك تبقى زي مين؟ يعني هم لقبوك بحسين الجسمي، انت نفسك يعني تبقى زي مين؟ يا ريت يا ريت تبقى زي حسين الجسمي طبعا. صوت قوي جدا جدا طبعًا. جدا طبعا. بس يعني انا ماليش حد معين، انا بلعب في الوان كتير، بغني الوان كتير. بتغني حديث؟ يعني لو قلت لك غني حاجه حديثه بغني، مش بغني طرب كتير. يعني بغني حاجات كتير برضو، بغني شعبي، بغني مواويل. لا شعبي بجد؟ بجد. طب سمعنا حاجه شعبي. طب ممكن اما براوه بقى بما انها شعبي. يا سلام يا سلام ممكن. اما براوه براوه اما براوه دور حبيبي تراوى آخر تراوى. أما براوى براوى أما براوى دور حبيبي تراوى آخر تراوى. قلت حبيب ملان عطشانة يا انا اروح له ولا اروح اشرب حدانا. قلت حبيبي ملانة عطشانة يا انا اروح له ولا اروح اشرب حدانا. اروح له ولا اروح وبلاش قهوة. اما براوة براوة على الشقاوة. والله براوة فعلا براوة جدا قوي خالص. لا بجد حاجة جميلة. وبعدين غير كمان الصوت الحلو ويعني الاحساس كمان عالي جدا، ودي حاجة يعني بتعلي كمان من جودة المنتج النهائي اللي هو الأغنية اللي انت بتقدمها. طبعا حاجة جميلة. دي كانت تعليمات البيت، لان انا واختي صوتنا كويس تمام، بس هي لسه ما انضمتش للكورال يعني. فدي كانت تعليمات البيت، كان على طول بابا وماما بيسمعونا. يعني احنا بدأنا من البيت اصلا، وبدأنا نحفظ حاجات كده طرب وقديم وكده، فبدأنا نغني وهم بدأوا يعدلوا علينا. يعني انتوا عيلة اصلا فنية او نقدر نقول تقريبا. في حد برضو من باباك او مامتك او العيلة صوتهم حلو؟ يعني ماما صوتها كويس، كانت بتغني زمان بس دلوقتي لا طبعا. اوكي. طب انت قلت كلمة جديد وقديم، ايه من القديم بتحبه؟ عشان حاسس كده ان خامة صوتك تليق مع حاجات كتير قوي طربية. انا بحب فريد الأطرش طبعا. يا سلام. سيد مكاوي بكل تأكيد. طبعا احنا استهلينا بيه. معظم القديم، انا مش بحفظ قديم قوي بس يعني. طب ايه اللي انت حافظه ممكن تسمعنا منه جزء؟ قلبي ممكن مواويل مثلا. مواويل بس مش قديمه يعني. موال ماشي. لا براحتك يعني. اتسهرت بيه في 4 سنين جامعه بصراحه. حلو ده فرص. حبيبتي حبيبتي شرطه مايله فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك ما وانت في قلبي ساكنة القلب عارفة بقصتي وحالي. ومين غيرك في قلبي اكتب له مرسالي. ماني مش عارف ده جواب الكام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوقات. كفايه اني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس، او شاف حاله في بعادك لا صلى الرب واستغفر لذنبه وصام. ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني
ولازم تعرفي اني لنا عفريت ولا جني بحبك بس ايد اقصر كتير مني فمش هقدر اجيبلك مدها بكف واجيبلك من الياقوت كفة ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفة كفاية اني بحبك موت وحب الناس ندم وعار وحبي عكسهم عفا. الله 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 مواويل وتعب بقى تواشيح برضو وحاجات صوفيه وكده. بحاول اعمل ده بس انا كمان برضو بمشي السكه كده. انا بكتب اغنيه اصلا دلوقتي كمان. فمستني بقى مرحله الانتاج. وعارف كمان صوتك الحلو ده كمان يسطح لاداء اغاني حد زي فضل شاكر كمان. يعني انت الخامة القريبة دي بتهيألي انت اكيد يعني بتجيد جدا في اغاني. جربتش بس اكيد هحفظ واجرب يعني اكيد. لا احنا نتمنى لك كل التوفيق بجد يا علي. وانا متوقعة لك بجد مستقبل باهر وان شاء الله تبقى حسين الجسمي مصر بقى يا رب. يعني باذن الله يا حبيبي ان شاء الله نورتنا ومزيد من التألق في حياتنا لوالدتك ووالدك لان هم الاصل طبعا. يعني هم اللي بيشجعوا هم بيبقوا الداعم الحقيقي فتحيالي ده تحياتنا وشكرنا يعني جزيل الشكر يعني ان خدتوا بالكم ان عندكم في البيت الموهبه الجميله دي ونمتوها ودعمتوها حاجه محترمه جدا وده دور لكل اولياء الامور اللي عندهم اطفال موهوبين في ايا كان فن رياضه ايا كان فطبعا تحيه لحضراتكم نورتنا واسعدتنا شكرا ان شاء الله نشوفك على خير ونسمع عن نجاحاتك اللي جايه باذن الله ان شاء الله هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نكمل كلامنا اتفضل